رابع غازي، خريجة متوسطة، العمر 18 سنة، العنوان محل زقاق ودار غير، محل 875 وزقاق 10 دار 2. أعزائي المشاهدين، نقدم لكم الآن مسلسل المدبلج الماضي يعود غدا. أمتع علاقات نتمناها لكم. مساء الخير مشاهدينا الأحباء، وأهلا وسهلا بكم. نبقى الآن مع طلباتكم، طلبات المشاهدين الخاصة والمحياة بالأغنيات العربية. عبد السالم، العمر 15، ثاني متوسط. فاطمة، الاسم فاطمة علي ياور، التحصيل الدراسي بكالوريوس قانون، عنوان المنطقة بغداد، منطقة سبع نيسان، 23 سنة العمر. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نقدم لكم الآن المسلسل المدبلج بعنوان الماضي يعود غدا. نتمنى لكم وقتا سعيدا مع أحداث المسلسل. اسمي نغم حمد يوسف، طالبة رابع عام، السكن الدورة. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم، تشاهدون الآن مسلسل عربي والذي يحمل عنوان أهل الدنيا. بطولة صلاح السعدني ومعالي زايد، فوقتا ممتعا. الاسم رجاء يحيى نايف، خريجة كلية التربية الفنية قسم التشكيلي، السكن بابل حي العسكري محازم قرب دار المختار. أعزائي المشاهدين، نقدم لحضراتكم الآن فيلم السهرة وهو بعنوان السلاح الفتاك، بطولة ميل جيبسون وصامودا آن جاكسون. سهرة ممتعة نتمناها لكم. الاسم شيماء يحيى نايف، العمر 23 سنة، تحصيلي دراسي بكالوريوس تربية انجليزي جامعة بابل، السكن باب الحي العسكري محازم. أعزائي المشاهدين، تبقون الآن مع فيلم السهرة الأجنبي السلاح الفتاك الجزء الثاني، بطولة ميل جيبسون وصامويل آل جاكسون. أمتع الأوقات. اسم سوزان موسى كاظم، التحصيل الدراسي ثالث متوسط، العمر 15 سنة. أعزائنا المشاهدين، نقدم لكم الآن المسلسل العربي الوتد. نرجو لكم طيب الوقت ومتعة المشاهدة. الاسم نور فاخر مزعل رضا، مواليد 83، العمر 21 سنة، العنوان دورة ميكانيك شارع 60. مشاهدين الكرام، نرحب بكم ونلقي على حضاراتكم الآن برنامج من القلب، نتمنى لكم متعة الفائدة وشكرا. اسم إيناس جاسم، التحصيل الدراسي مرحلة رابع كلية اللغات قسم الروسية، العنوان شارع فلسطين مقابل حوانيت المثنى. مساء الخير أعزائنا المشاهدين، وحلقة جديدة من برنامج أبراج الحظ، نتمنى لكم متعة المشاهدة برفقتنا. الاسم مادلين أحمد داود، المواد 82، تحصيل الدراسة خريجة متوسطة، العنوان المحل 858، الزقاق 19، الدار 17، بالدورة حي الميكانيك. أعزائي المشاهدين، نقدم لكم الآن المسلسل اليومي الوتد من بطولة يوسف شعبان وهدى سلطان. الاسم نور اياد خضير، الشعب التحصيل الدراسي الرابع اعدادي، العنوان الشعب حي الصحة. اعزائنا المشاهدين، تسهرون هذه الليلة مع احداث الفيلم الاجنبي والذي يحمل عنوان ايفر افتر، سهرة ممتعة نتمناها لكم. رنا صالح رشيد، السكن الدورة شارع 60 حي الميكانيك، العمر 26 سنة. والآن أعزائي المشاهدين، أقدم لكم برنامج المنواء سهراية، أتمنى لكم أجمل الأوقات. هدية العماد البياتي، مواليد 81، خريجة إعدادية، طالبة في كلية إدارة واقتصاد قسم سياحة وإدارة فنادق مرحلة الثالثة. التليفون 882-70. قدم إلى محبي قناة تلفزيون الشباب، نقدم لكم مجموعة مختارة من الأغاني العربية والعراقية، فوقتا ممتعا نتمناه لكم. اسمي رحيمة محمد عبد الله،
مواليد 1951. التحصيل الدراسي بكالوريوس آداب لغة إنجليزية. السكن الشرطة الخامسة محلة 865 زقاق 13 الدار 3. مشاهدي الأعزاء، والآن نكون مع مجموعة من أغنيات الفنانة نجوى كرم، نرجو أن تروق لكم. الاسم أماني فارق فؤاد الياس، ساكنة في زيونة، ورقم الهاتف 7726851. أحبائي أعزائي المشاهدين، الآن ستستمتعون مع أحلى وأجمل الأغاني العربية والعراقية أنت على الأوقات. الاسم هالة خالد كاظم، صف الثالث متوسط، زقاق 513. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجنا الأسبوعي مشوار غنائي. الاسم بسمة خالد كاظم، العمر 17 سنة، صف الخامس العلمي، وساكنة في العقار قرب مستشفى الكندي. كافي؟ لأن أعزائي المشاهدين تستمتعون مع البرنامج المنوع الثقافي وزنك ذهب مع أيمن زيدان، وقت ممتع. اسمي خمال عبد خلف، بكالوريوس عربي، عمري 21 سنة، محل 524 زقاق 16 دار 10. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في فقرات تلفزيون الشباب المنوعة لديكم. الآن نقدم لكم الفيلم العربي موعد غرام، بطولة عبد الحليم حافظ وفاتن حمامة. الاسم شيرين جاسم محمد، الدراسة خريجة إعدادية، العنوان السيدية، العمر 20 سنة. أبدأ. أعزائنا المشاهدين، والآن نقدم لكم برنامجا خاصا بطلبتنا الأعزاء إلا وهو صوت الطلبة، فأمتع وأحلى الأوقات نتمناها لكم. الاسم شيل مهد الهادي عبد عبدالله العزاوي، كلية الرافدين الجامعة قسم محاسبة مرحلة ثانية، مواليد 1977. أعزائي المشاهدين، نتمنى لكم سهرة ممتعة مع المسلسل العربي والذي يحمل عنوان لنعيش في جلباب أبي من تمثيل نور الشريف وعبلة كامل. سهرة ممتعة نتمناها لكم. الاسم جميلة محمد عبد، التحصيل الدراسي خريجة متوسطة، العنوان بغداد الأمين الثانية، محلة 730 زقاق 20. أعزائي مشاهدي التلفزيون الشباب، فيما يلي إلى حضراتكم برنامج التقرير. الاسم رنا زيدان خلف، طالبة في معهد إعداد المعلومات شارع فلسطين، العمر 17 سنة، أسكن في مدينة صدام، زقاق 14، رقم الدار 513. أقدم برنامج لكم. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، ونحن نحييكم مرة أخرى من إذاعة الحب والجمال، إذاعة تلفزيون الشباب. أعزائي المشاهدين، رافقونا لكي تشاهدوا كل ما هو ممتع ومفيد. أهلا وسهلا بكم. حان الآن موعدكم مع أهداف المسلسل العربي الذي يحمل عنوان قلوب تعي. هذا المسلسل من تنفيذ معالي زايد وعمر الحرير ومصطفى فهمي. إذا أحداث شيقة أتمنى لكم برفقتنا. اسمي لانا خليل ابراهيم، عمري 22 سنه، الصف السادس علمي، اسكن حي القاهره. اعزائي المشاهدين، نقدم لكم الان برنامج وزنك ذهب، احداث ممتعه. شكرا. الاسم نغم، العمر قدمي هويتك يعني 22 سنه، تحصيل الدراسي خريجه متوسطه، عنوان حي الجهاد. قدمينا فتح بقرة. مشاهدينا الكرام، تحية طيبة، نستمتع الآن مع أحداث جديدة من المسلسل المدبلج الماضي يعود غدا. الاسم زينة عايد عزيز، العمر 19 سنة، التحصيل الدراسي خريجة متوسطة، العنوان حي الجهاد. قدمينا مادة. مشاهدين الكرام، لكم منا أرق التحية، وأنتم تستمتعون مع طلباتكم للأغنيات العربية والعراقية، فأمتع الأوقات. الاسم إسراء أحمد عز جبار،
التحصيل الدراسي سادس علمي. مشاهدينا الكرام، معكم الآن طلبات الأغاني العراقية، متابعة شيقة أتمناها لكم. الاسم البراز محمد عزيز، التحصيل الدراسي السادس العلمي، عمري 18، في عنوان محلة 316 زقاق 44 دار 85. يلا نقدم لكم طلبات الأغاني العراقية نتمناها لكم. شكرا جزيلا. الاسم هدية جابر علوان، العنوان شارع فلسطين، عمر 18 سنة، تحصيل دراسي أول متوسط، العنوان شارع فلسطين، أقدم حي العقاري. أقدم فترة؟ أسعدتم مساءً أعزائي المشاهدين، ونتمنى لكم أمتع وأطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم. اسم سؤال طارق عزيز، تحصيل دراسة بكالوريوس تربية رياضية، العنوان دورة حي الخبرنا، محلة 846 زقاق 25. يلا. أسعدتم مساءً أعزائي المشاهدين، ونحن نلتقيكم في الفترة المخصصة من طلباتكم طلبات الأغاني، ونرجو الاتصال بنا على الأرقام المخصصة للاتصالات تلفزيون إذاعة الشباب. الاسم أسيل صباح علي، التحصيل الدراسي خريجة معهد طيران المدني، المواليد 81، العمر 21 سنة، السكن حي السلام. عبدي بروجرام. حضرات المشاهدين الكرام، طيب الوقت ومتعة المشاهدة نتمناه لكم مع طلباتكم الخاصة بالأغاني العراقية والعربية لهذه الساعة. الاسم الثلاثي هديل صباح علي، من مواليد 1983، التحصيل الدراسي خريجة الإعدادية، السكن حي السلام، محل 408 زقاق 71 ورقم الدار 61. سأبدأ أقدم البرنامج. مرحبا بكم أعزائنا مشاهدي تلفزيون الشباب من دار السلام، كما عودكم تلفزيون الشباب على تقديم كل ما هو جديد وممتع. نلتقي الآن مع المسلسل الأجنبي الجديد، الماضي يعود غدا. الاسم رنا عبد العباس محمد، التحصيل الدراسي خريجة معهد الفنون التطبيقية، العمر 21 سنة. بدي أقدم فقرة جديدة. أحبتي المشاهدين، نبقى الآن مع الفيلم العربي الآخر، الآخر من بطولة حنان الترك ونبيلة عبد. الاسم هند عبد الوهاب، العنوان بغداد جديدة، قرب جبارة بالشربة، العمر 29 سنة. أعزائي المشاهدين والمشاهدات من تلفزيون الشباب، نقدم لكم الآن المسلسل المدبلج المكسيكي، الماضي يعود غدا. الاسم علياء سامح الطاب، عنوان مدينة صدام، محلة 542 الزقاق 31 رقم الدار 1/27. الهاتف 8-25216. أحبتي المشاهدين، نقدم لكم الآن أحداث جديدة من المسلسل المدبلج، الماضي يعود غدا، أتمنى لكم مشاهدة ممتعة. الاسم هلا قاسم محمد، التحصيل الدراسي ثالث متوسط، سبي بناي العنوان بغداد شارع الكفاح، والمحلة محلة 127 زقاق 43 رقم الدار 3. تليفون ما هو؟ يلا. برنامج. أسعدتم مساء المشاهدين الكرام، نبقى الآن مع حلقة جديدة من المسلسل العربي قلوب تائهة. الاسم مريم فهد محمد، المواليد 78، العنوان حي أور قرب نادي النفط، زقاق 316 دار 4. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم، تستمعون الآن إلى طلباتكم طلبات الأغاني العراقية، أمتع الأوقات نتمناها لكم وشكرا. الاسم فريال أحمد إبراهيم، التحصيل الدراسي مع التكنولوجيا، العنوان بغداد حي الكفاح زقاق 47 محل 123. أعزائي المشاهدين، والآن نقدم لكم الفيلم الأجنبي المختار والذي يحمل عنوان Love Story، أمتع الأوقات.
الاسم إسراء أحمد إبراهيم، العنوان